السلام عليكم. اليوم حبيت نمد واحد الاقتراح للمسؤولين فيما يخص التهيئة نتاع مدينة علي منجلي في قسنطينة. وهذا الاقتراح هذا والله مهم جدا، لأنه راح يحول المدينة الجديدة تاع علي منجلي من حي سكني عادي، يعني ستين غروس سيتي، ماشي غراند سيتي، ستين غروس سيتي، يعني مدينة هنا راني نشوفو فيها بدون ما هي، ما عندهاش المقومات نتاع مدينة، فهي مجمع سكني كبير ضخم وتفتقد للمقومات نتاع المدينة العصرية كما نقولوا هنا. إذن في واحد الاقتراح، والله يعني الاقتراح هذاك ساهل ماهل، نقدر نغير الوجه نتاع المدينة ونعطي لها بعد حضاري بامتياز. اولا نشوف، نعطيكم بعض الخصائص تاع المدينه هذه. نشوف مثلا الطول ديالها هو حوالي 6.8 كيلومتر، اي حوالي 7 كيلومترات اولا. ثانيا تحتوي المدينه على، هنا نشوفه هذا المجمع الجامعي، هذه أو القرية الجامعية اللي هي أكبر قرية جامعية في إفريقيا، وتحتوي على معاهد كثيرة. هنا نشوف المعاهد هنا في كل مكان، هذه كلها معاهد، حوالي تحتوي على حوالي 12 معهد في مختلف التخصصات. كذلك هنا نشاهد خط نتاع تراموي هنا على الجانب، الخط نتاع تراموي، واللي راح يدخل كذلك في المدينة، في وسط المدينة هنا في الخط الأصفر هذا، هنا راح يكون فيها الخط نتاع تراموي اللي راح يمر وسط المدينة الجديدة تاع علي منجلي. لكن المقومة الأساسية في أي مدينة في العالم هي بما يسمى بلا سنتراليتي أو المركزية. المدينة لازم يكون عندها سنتر فيل، يكون عندها مركز نتاع المدينة، كارتي سنترال، وتكون عندها لا بيريفيري، يسمونها الأحياء البيريفيريك الدائرية اللي راح تكون على الحواف نتاع المدينة. لكن في الوسط لازم يكون عندها مركز مدينة. إذن المدينة هذه عندها الجامعة من هنا، عندها هنايا حي تاع إكستنسيون، توسيعة من هذه الجهة، نشوفوا الأحياء هنايا كيفاش راهي تزيد. نروح للاقتراح هذا اللي حبيت نمدو للسلطات العليا في البلاد باش يغيروا المدينة هذه نتاع علي منجلي من مدينة عادية، من حي كبير، عبارة عن حي كبير، من إلى مدينة بأتم معنى الكلمة. وش معناه؟ معناه أننا سوف نخلق مركز نتاع المدينة، اون فاكري ان سنتر فيل. كيفاش نكريو سنتر فيل؟ هو الفكرة بسيطة، وهنا عندنا، هنا عندنا مركز جامعي في وسط المدينة، هذا هو، هذا المركز الجامعي الموجود في وسط المدينة، والمركز الجامعي هذا يمتد من هنا إلى هنا، فيه 1000
و300 متر، هذا هو المركز الجامعي هنا. الفكرة هي أننا نحول المركز الجامعي هذا إلى فضاء عمومي، وهذا يصبح هو المركز نتاع المدينة في المستقبل. معناه بأن قسنطينة عندها المعاهد ما شاء الله، عندها بزيادة المعاهد، ممكن نحول هذه المعاهد اللي موجودة هنا في المركز نتاع علي منجلي إلى المعاهد الموجودة، وهذا نحول هذه كلها نحولها إلى فضاء عمومي. وهنا مثلا كما نشوف هنا هذا الفضاء نحوله إلى ساحة عمومية. هنا نشوف بأنه هذه تقدر تولي ساحة عمومية بطول حوالي 450 متر. هنا هذه تصبح ساحة عمومية، وهنا نفتح طرقات من هنا، وهنا تولي ساحة عمومية مفتوحة للمشاة. ان فورم، ان اسباس دو فورم، ان جراند بلاسيت، تولي كشغل فورم وين يتلاقاو الناس. وهذه هنا تصبح مرافق عمومية، تتحول إلى مرافق عمومية، كالمدرسة، كالثانويات، كالمصحات، نديرو مراكز صحية هنايا. هذه كلها كان واحدة بناية، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كل هذه هنا عندنا التسعة، كل هذه المنشآت الموجودة في وسط المدينة تاع علي منجلي تحول إلى ديزيكيبمون دو بروكسيميتي، نقولوا مرافق عمومية، وهنا تصبح مكان عمومي، يصبح وسط المدينة، بمثابة وسط للمدينة. هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصلها للسلطات، خاصة السلطات في ولاية قسنطينة، ولا السلطات المركزية على مستوى الوزارات، باش نحولوا المركز الجامعي الموجود في وسط المدينة الجديدة نتاع علي منجلي إلى فضاء عمومي يمد للمدينة مركز حضاري، ويخرجها من العزلة نتاع اللي راهي فيها، بحيث أنها مدينة الناس ما تروحش تزورها، ما نعرفش عليها كتير، تولي مدينة قائمة بذاتها. ونلاحظ هنا، لاحظ أن المركز هذا، نشوف يعني لا سنتراليتي، ليدي هي سي لا كيستيون دو لا سنتراليتي نتاع الفكرة. يعني هنا هذا هو الفضاء، هذا هو، نشوف أن الفضاء يقع في وسط المدينة. الفضاء هذا اللي تكلمنا عليه، المركز الجامعي هذا يقع في وسط المدينة. إذن نتمنى أن هذه الفكرة تلقى الصدى، لأن الناس لازم تفهم، خاصة المسؤولين لازم يفهموا وراء كل مشروع، وراء كل تطور، وراء كل خطوة إيجابية كاينة فكرة على الأساس.
يعني اي تطور، اي نقولوا اميليوراسيون، تحسين، دائما يبدا من فكره. الفكره تكون تزيد في الذهن تاع انسان، ثم تتطور الى مشروع، ثم تصبح مجسده في الميدان. اذا نتمنى الفكره هذه تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المسؤولين، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم، وإن شاء الله يكون فيها خير.